سنة بيروت عاصمة عالمية للكتاب أصبحت موثقة بالأرقام والأسماء والتواريخ والصور ضمن موسوعة بيروت عاصمة عالمية للكتاب. الموسوعة هذه تم إطلاقها من قبل الدكتورة ليلى بركات بحضور حشد من الشخصيات، وهي عبارة عن تقديم ل 567 مشروعا وأكثر من 1200 نشاط في 960 صفحة، وتسلط الضوء على أكبر عملية استنهاض لمؤسسات وهيئات وأفراد المجتمع المدني في تاريخ لبنان الحديث الثقافي. بركات ذكرت بما شهدته بيروت بعد منحها لقب العاصمة العالمية للكتاب، فتكثفت فيها الحركة الثقافية على الصعيد الوطني، وتفاعلت معها هيئات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمثقفون. وقد لا يكون الكتاب الذي نطلقه اليوم كتابا ولا موسوعة، بل أسطورة أبطالها هيئات ومؤسسات وأفراد المجتمع المدني. نعم، حدث بيروت عاصمة عالمية للكتاب هو أسطورة ستبقون أنتم أبطالها إلى الأبد. تقرأ بيروت لغات الشعوب جميعا المقهورة بالديكتاتوريات، المنتصرة بالديمقراطية، المظلومة بالظلاميات الدينية، المبتهجة بانتفاضات الميادين. وفي المناسبة أيضا كلمات أكدت أن حرية الفكر والتعبير والكتاب جزء لا ينفصل عن ثقافة اللبناني، ما جعل للبلد العربي الصغير مكانة خاصة في العالم العربي.